على الرغم مما تشهده محافظة صلاح الدين من عمليات عسكرية في أطرافها، إلا أن المشاكل والتقاطعات تضرب أطنابها بين أعضاء مجلسها الذي عقد اجتماعا استثنائيا في بغداد، صوت فيه على إقالة رئيسه أحمد الكريم بحضور 16 عضوا من مجموع 29 عضوا لسوء إدارته مع وجود ملفات فساد في أغلب المشاريع. صدر القرار بالأغلبية المطلقة لإعفاء السيد أحمد عبد الجبار الكريم، وإن شاء الله ستعقد جلسات مجلس المحافظة لاحقا لمتابعة جميع ملفات محافظة صلاح الدين خلال هذا العام المنصرم، وإحالة جميع من يثبت عليه فساد، ومتابعة جميع من أخفق بحق أبناء محافظة صلاح الدين بأداء واجباتهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم، لأننا دفعنا الكثير خلال هذه السنة من تضحيات من أبناء محافظة صلاح الدين، من أبطال الحشد الشعبي الذين قدموا من جميع المحافظات لتحرير المحافظة. المستجوب لرئيس المجلس أشار إلى أن هناك الكثير من السلبيات رافقت عمل الكريم، أغلبها تركزت في أيام دخول داعش إلى المحافظة، مع عدم قيامه بإيجاد مقر بديل للمجلس والمباشرة بالجلسات لمتابعة عمليات تحرير المحافظة آنذاك. عند احتلال محافظة صلاح الدين من قبل عصابات داعش الإرهابية، السيد رئيس المجلس لم يشكل لجنة لمعرفة أسباب احتلال أو سقوط محافظة صلاح الدين ومحاسبة من كان سبباً في هذا الاحتلال. لم تكن هناك لجنة تحقيقية رغم كل ما حدث منذ دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة صلاح الدين. لم يعقد ولم يدع المجلس لعقد جلسة لمتابعة قضايا النازحين وجلسة خاصة بالنازحين. رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم وفي اتصال مع الحرة أكد على عدم قانونية الجلسة لأنها عقدت خارج المحافظة، وهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس حسب قوله، وما ينتج عنها سيكون مخالفا للقانون، والقضاء والمحكمة الإدارية هما الفيصل فيما جرى اليوم. قاموا اليوم حقيقة بعقد الجلسة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس المحافظة، وهذا ما نص عليه قانون 21 وما نص عليه قانون النظام الداخلي لمجلس المحافظة، حيث ينص على عدم عقد جلسة خارج المحافظة. الحل الفيصل هو حقيقة ليس سيد جاسم العطية ولا أحمد الكريم، وإنما الحل الفيصل بهذا الأمر وبهذه القضية هو القضاء والمحكمة الإدارية. من بغداد، وليد الشيخ، الحرة.